السايدي. يعطي الحكم إشارة تنفيذ. كورة على هدف باطل، على هدف باطل، اتباخت الحارس دياو. مش ممكن قبول مثل هذا الهدف من كورة تبدا سايدين. تبا زونكيزا يباغت الحارس ناموري دياو ويضيف الهدف الثالث للمنتخب البوراندي في سيناريو غير مقبول بالمرة. يقبل ثنائية في أقل من 10 دقائق منتخب موريتانيا. ثنائية لسايدين تبا زونكيزا وثلاثية في شباك منتخب موريتانيا. قلت هو صاحب هدف بوروندي في مباراة الذهاب في نواكشوط وسحب ثنائية في مباراة اليوم. افتتح التسجيل في الدقيقة 6 ويضيف الهدف الثالث. هذه الإعادة، الصعود كان يظن ممكن كرة عالية. جدار دفاع منتخب موريتانيا حتى جانبية. سايدي في زاوية باغتت ناموري دياو. طبعا هذه الكرات اللي يخشاها حراس المرمى نشاهدوا من خلال الإعادة. كرة عملت روبون اصطدمت بأرضية الملعب قبل أن تصل دياو، باغتته واستقرت في الشباك لتعلن ثالث أهداف بوروندي. هذا سايدين تيزا بونكيزا. إذن 3-1 لمنتخب بوروندي. 3-1 في 55 دقيقة. سايدي دقيقة 6 دقيقة 55 بينهما. يوسف نديات يشيمي دقيقة 47 هو الهدف الوحيد للمنتخب الموريتاني. يحمل توقيع أمادونياس في 28 دقيقة. ما زالت المباراة. مطالب بالإبقاء على التركيز المنتخب الموريتاني. ترجع كورة سايدي، يدخل في افتكاك عبد الله محمود. كورة في الدفاع البوروندي. إريك ديزي ياخو كورة. عبد الله محمود وضربة المخالفة ضده، المخالفة لنزي جامابا. تمشي كرة لمنتخب بوروندي. بونفيس يتعدى بونفيس في تجاوز المصطفى دياو. بونفيس ما يلزمش طبعا المنتخب الموريتاني. صحيح يقبل هدفين في 10 دقائق لكن ما يلزمش طبعا يفقد تركيزه ويخلي هذه النقطة. يستخلى منتخب بوروندي بمساندة ودعم كبير من جماهيره هنا في انتوار ستاديوم في بوجامبورا. هذا بونفيس لم يشارك قلت في مباراة الذهاب كأساسي، يدفع به المدرب جوستين في هذا اللقاء. طبعا المجازفة واضحة والاعتماد على أكثر من اسم هجومي من جانب بوروندي. بدأ ببلاز كذلك بسايدي وببونفيس، ثلاثة في الهجوم. ترجع كرة بونفيس، ينطلق من عبدول فيستون. لاعب الخدمة كانوا بداية الشوط الثاني مكان بلاز. عبدول فيستون في كرة بينه وبين علي عبيد. ترجع للمنتخب الموريتاني. عبدول با طويلة كرة للحسن العيد. بونفيس ما ياخوهاش. سايدي تغطية من باكاريندي وضربة المخالفة. ضربة المخالفة بونفيس في تدخل مع الحسن العيد. مخالفة للمنتخب الموريتاني. يصعد ويتقدم لإعادة الكرة والمخالفة باكاريندي. باكاريندي خطيرة كرة، التصويب بعيدة. كرة دياكيتي مرة ثانية يجرب حل التصويب المنتخب الموريتاني بعد كرة من محمد اللهي في بداية الشوط الثاني. الثانية من إسماعيل دياكيتي إلى خارج الملعب 55 كرة لمنتخب بوروندي. ذكر بالوضعية في هذه المجموعة الخامسة
قبل منافسات هذه الجولة الرابعة. منتخب المغربي في الصدارة بسبع نقاط، موريتانيا خمس نقاط من انتصار وتعادلين، جمهورية افريقيا الوسطى ثلاث نقاط. ممكن انتصار بورند في هذه المباراة وهذه الجولة قد يعيد توزيع الأوراق في هذه المجموعة، ولو أنه قلت المنتخب المغربي ينطلق بحظوظ كبيرة. منتخب المغربي قلت يضمن التأهل للجولة الرابعة، ولأن الأمور أصبحت صعبة نسبيا لضمان التأهل حسابيا بعد نهاية منافسات الأسبوع الرابع بالنسبة للمنتخب المغربي. قلت كان بالإمكان أنه يضمن التأهل في حالة انتصاره على جمهورية أفريقيا الوسطى يوم الثلاثاء القادم، لكن مع فشل بوروندي في الانتصار على موريتانيا وهو العكس تماما اللي وقع في مباراة بوجامبورا بعد ربع ساعة تقريبا منذ انطلاق الشوط الثاني. بوروندي تقدم 3-1. يعني للأمانة وبكل صراحة منتخب موريتانيا فوت في ثلاثة نقاط أو في نقطتين من خلال اكتفائه بالتعادل في مباراة كانت في متناوله أمام منافس اليوم منذ أيام قليلة في نواكشوت. تمشي كرة حسن العيد، حسن العيد لإدريس ساتيام، يطلب كرة أمادونياس، أمادونياس متابع من نداية تشيميي، تبقى كرة وإمكانية للمنتخب الموريتاني. عبدو البا يغير بال لمصطفى دياو، أسبق منه بونفيس خطير في الانتقال بسرعة للوضعية الهجومية منتخب بوروندي. يعني ما يعقدش الأمور، لا يعتمد الهجمة المركزة، سرعة الانتقال لربح المساحات. شوف سرعة الانتقال في منتصف ملعب المنتخب الموريتاني في محاولة لاستغلال الثقل اللي يميز ثنائي محور الدفاع باكارينداي وعبدولبا. تغطية موجودة من ماركو ويمانس، ويمانس بونفيس، سايدي، هو ضربة المخالفة، المخالفة لمنتخب بوروندي. سايدو بيراينو، بيراينو ما شاهدناش المهاجم، ممكن محاولة في بداية المباراة بعدها. يعني سايدي انتيبا زونكيزا رقم 10 هو اللي يتحمل عبء، يتحمل عبء هجوم المباراة من جانب منتخب بوروندي. كورنتان مارتينز لم تعد له خيارات أخرى، المجازفة، المجازفة في أقل من 30 دقيقة المتبقية من أجل إمكانية التدارك. صعبة صعبة المباراة على المنتخب الموريتاني. تانجي أمامنا، تسعة تانجي، بينما يسابا لسايدي قد يغادر. هذه عادة بونفيس التوغل، لكن يرجع معاه اسماعيل دياكيتي قبل التغطية والتدخل من عبدولبا. تانجي مكان من؟ مكان أمادونياس صاحب هدف المنتخب الموريتاني. يدخل إذن تانجي، تغيير ثاني بعد خروج مولاي أحمد خليل وتعويضه بيدري ساتيام مباشرة بعد هدف التعادل. كرة طويلة، التمهيد والتغطية من باكارينداي، تخرج كرة من الدفاع الموريتاني، تخرج كرة من الدفاع الموريتاني، خلى المهاجم تانجي من مواليد غرة مي 98 يلعب في فريق نواذيبو بديلا لأمادونياس. حمي تانجي، إذن هو اللي يدخل، يرجع
يا اخو مكانه هذا صاحب الثنائيه سايدي انتيبا زونكيزا. قلت ثلاث اهداف في مبارتين امام المنتخب الموريتاني. تمشي كرة لعلي عبيد على مستوى طبعا ترتيب الهدافين قبل هذه الجولة الرابعة بعد ثلاثة أسابيع في مختلف المجموعات. النيجيري فيكتور أوسيمان أربعة أهداف، مهاجم فريق نابولي الإيطالي أربعة أهداف في صدارة الترتيب. ثم نقاو بعده كل من بغداد بونجاح ثلاثة أهداف مع ديديو مهاجم أسود التيرانجا منتخب السنغال، ثلاثة كذلك إيوبي، ثلاثة وهبي الخزري، فانسون أبو بكر اثنين، ويتجاوزهم سايدين تيل بازونكيزا مهاجم منتخب بوروندي، يلتحق بكل من بونجاح ديديو وكذلك إيوبي والخزري، ثلاثة أهداف. ترجع كرة جايل في وسط الملعب الحسن العيد، إمكانية الانطلاق والتغطية موجودة في دفاع منتخب بوروندي. إيريك ديزيي 65 دقيقة لعب 20 دقيقة في الشوط الثاني. مشترك كرام هنا في ملعب إنتواري في بوجامبورا، بوروندي يتقدم على موريتانيا 3-1. ترجع كرة من مصطفى دياو يحاول يضغط حمد تانجي، ترجع من جديد سايدي، شوف كل سرعة الانتقال الوضع الهجومية، سايدي في كرة لبيراينو والتغطية حاضرة. ترجع كرة مصطفى دياو للحسن العيد، تتحول اليسار علي عبيد ومحاولة المرور يتابع فيه ستيف. ترجع كرة من جديد لحيماتاجي جايل، ممتاز جايل هذا رقم خمسة لاعب ارتكاز في وسط ميدان منتخب بوروندي. جايل بيجيريمانا هو اللاعب اللي ينفذ الكرة الثالثة اللي كانت في الهدف الثاني، هدف راسية يوسف دايتشيمي. هذا إدريس ساتيام، مازلنا ننتظر إضافته بعد أن أخذ مكان مولاي أحمد خليل، ممكن يصابت المهاجم مولاي أحمد خليل اللي كان في لمسة والتمهيد في كرة الهدف لأمادونياس في الدقيقة 27. يعتبر خسارة مهمة على مستوى هجوم المنتخب الموريتاني في هذه المباراة. ماركو ويمانس في تنفيذ الكرة الثابتة، ويمانس الأبعاد بالرأس، باكارينداي مزت الكرة في مناطق المنتخب الموريتاني والترويض لم يكن موفق، ضاعت إلى خارج الملعب كرة باكارينداي، تتحول في الجهة المقابلة إلى رمي التمس. ماركو ويمانس مخالفة في الدفاع الموريتاني. نقترب من آخر 20 دقيقة، طبعا الإمكانية تبقى قائمة لكن صعبة مهمة المنتخب الموريتاني. ترجع كرة من باكارينداي في كرة لناموري دياو، خارج كرة يبعد الخطورة من مناطق المنتخب الموريتاني. إدريس ساتيام لحمد تانجي، خرج بكرة من علي عبيد لعبد الله محمود، حمد تانجي يفتكك الكرة والحكم
موريس ولو بشيء من التأخير. حكم من ليزوتو يعلن عن ضربة مخالفة ذات عبدول فيستون. تمشي كرة تانجي حمد تانجي، التأخير كليا للمصطفى دياو، يرفع كرة دياو، الصعود بالرأس، ترجع من جديد، استلام ومحمد دلاهي ما يخش الكرة كما يلزم، يضغط عبدول با، يضغط عبدول با على براهينو، وانطلاقة من عبدول فيستون بين عبدول با وعبدول فيستون، كرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى للمنتخب الموريتاني. هذا عبدول فيستون قلت خلا مكان بلاس في شوط المباراة الثاني، وتأخير آخر، تأخير آخر، يخرج بونفيس، بونفيس يخرج وياخذ مكانه سيدريك أماسي، سيدريك أماسي مكان بونفيس، 17 مكان 11 كان أساسي سيدريك أماسي في مباراة الذهاب، ياخذ مكانه 70 دقيقة، توي لا كورة، توي لا كورة، خطأ مش ممكن، مش ممكن، كورة تظليل الفارق، خطأ وسوء تقدير بين الحارس روكوندو وإريك أنديزيي، مش ممكن تيام، مش ممكن إدريس تيام بطريقة غريبة يفوت في كرة وهدف تظليل الفارق للمنتخب الموريتاني. ممكن هدف في هذا التوقيت كان يرجع الإثارة لهذا الحوار، ضيع بطريقة غريبة إدريس تيام، مرة أخرى تيام، مرة أخرى متابعة من يوسف نتايتشيمي، وأسبقيت دفاع بوروندي. عبدول فيستون أمامنا 53% نسبة امتلاك الكرة دائما لمنتخب بوروندي، 5 تصويبات منها 4 مواترة، بينما منتخب موريتانيا سدد 6 مرات، كرة واحدة كانت على إطار المرمى وكانت وراء الهدف الوحيد لمنتخب موريتانيا، كرة أمادونياس في 27 دقيقة. كرة كانت من سايدي لماركو ويمانس، تدخل دون خطأ من باكاريندال، خرجت ضربة مرمى، ترجع كرة مصطفى دياو، مصطفى دياو لعبد عبد الله محمود، الانطلاقة علي عبيد، يتعدى تيام، ادريسا، ثم رايا وتسلم، رايا وتسلم ضد الهجوم الموريتاني في الكرة الأخيرة، تسلل ضد الهجوم الموريتاني، إدريس تيام قلت من مواليد 2 سبتمبر 2000، يلعب في فريق قادش في الدوري الإسباني، فوت في فرصة كبيرة، فرصة كبيرة منذ لحظات لتضليل الفارق، كرة سيدريك أماسي، يفتكك الكرة وإمكانية الانطلاق، حسن العيد قبل الدفاع في التغطية من إريك أنديزيي، هو التماس للمنتخب الموريتاني، ترجع كرة من مصطفى دياو، ثم دفع، ثم دفع وخطأ من ماركو ويمانس، ماركو ويمانس في خطأ على إسماعيل دياكيتي، ضربة مخالفة للمنتخب الموريتاني، التنفيذ من حسن العيد، يلعب في الدوري الإسباني في فريق لوغو، حسن العيد يرفع كرة، إبعاد بالرأس من دايا شيمية، إمكانية الانطلاق، شوف الخطورة، ثلاثة ضد اثنين، ثلاثة ضد اثنين، ممكن الرابعة، ممكن الرابعة لمنتخب بوروندي، التصويب، التصويب وموجود الحارس ناموري دياو، شوف الانتقال السريع والتفوق العددي، ثلاثة ضد اثنين، لكن ممكن تسرع في عملية التصويب، لم تكن بالخطورة على مرمى الموريتاني دياو، تمشي كرة حسن العيد، الحسن العيد لإدريس تيام، يفتح الزاوية، يضرب كرة والاعتراض من جايل، بين جايل وتيام، كرة تبقى لمصلحة المنتخب الموريتاني،
علي عبيد يرجع بالكرة للحسن العيد. طب إيه؟ وين التصويب؟ التصويبة قوية لكن بعيدة. عبد الله محمود يتسرع يتسرع يريد الوصول بأسرع وقت ممكن. فورستين على تالي بعد كرة إدريس ساتيام، كرة وتسويبة عبد الله محمود جانبية لمرمى روكوندو. هناك بعض المشاكل، بعض المشاكل على مستوى الدفاع المنتخب الموريتاني. الإشكال يعني في محور الدفاع خاصة في قلب عبد البا وكذلك باكاريندي. نقطة استغلها كما يلزم منتخب بوروندي، يعني كل هجمة أصبحت توحي بخطورة على الدفاع الموريتاني. تمشي كرة لحمي تانجي، التصويب التصويب حمي تانجي، وكرة تحولت إلى ضربة ركنية بعد أن اصطدمت بأحد مدافعي منتخب بوروندي، كانت في طريقها لمرمى روكوندو. يحاول يرجع حسن العيد، ابعاد كرة من الدفاع البوروندي، استلام وإمكانية الانطلاق من مصطفى دياو. يؤمن التغطية، يؤمن التغطية على عبيد، ترجع كرة من ناموري دياو. ربع ساعة قبل النهاية، 3-1 لمنتخب بوروندي. دايا تشيمي جايل في وسط الملعب لسايدي، يتركها تعدي لسيدريك أماسي. ترجع من الدفاع من باكاريندي والانطلاقة من مصطفى دياو. مصطفى دياو سيرا كرة للحسن العيد، حسن العيد يرجع من جديد، حسن العيد يحط الكرة على طرف وحده المصطفى دياو، عنده إمكانية العرضية، يرفع كرة المصطفى دياو. هو الدفاع موجود من إيريك ديزيي، ضغط موريتاني في هذه اللحظات. تيام هو قابل الدفاع، يرجع بالكامل منتخب بوروندي، لم يبقى في الخط الأمامي إلا سايدو براينو. مصطفى دياو حط كرة لإسماعيل دياكيتي، قبل الدفاع من جايل والإبعاد من إيريك انديزيي. ترجع من دياو مرة أخرى، شوف سرعة الانتقال، أصبح يعتمد المرتدات، تأمين الدفاع من أجل الحفاظ على الأسبقية والانتقال السريع من خلال الهجومات المعاكسة هي طريقة منتخب بوروندي. بعد أن تمكن من تضعيف أسبقيته بإضافة الهدف الثاني والثالث في هذه الفترة الثانية. أونيسيمي روكوندو طويلة كرة، سيدريك أماسي يرتكب الخطاء على المصطفى دياو. طبعا الجولة القادمة من منافسات هذه المجموعة الخامسة، قلت انتصار بوروندي في هذه المباراة قد يعيد توزيع الأوراق، قد يعيد توزيع الأوراق. جولة الخامسة، موريتانيا في نواكشوت ستواجه المنتخب المغربي، بينما بوروندي هنا في بوجامبورا يستضيف منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى. تمشي كرة عبدو الفيستون، المدرب كورنتان مارتينز سيواصل التغييرات مع اقترابنا من اخر 10 دقائق. تمشي كرة للحسن العيد، الحسن العيد لمحمد دلاهي، محمد دلاهي عرضية كرة من دلاهي لعبد الله محمود، عبد الله محمود وثم خطأ. موجودة المخالفة من إيريك انديزيي. هذه التغييرات 10 و 4 في تشكيلة المنتخب الموريتاني. أداما با 10، أداما با وحسين عبد الرحمن، حسين عبد الرحمن وأداما با. يخرج إسماعيل دياكيتي، أداما با مكان إسماعيل دياكيتي. المهاجم أداما با يلعب في فريق نهضة بركان،
عبيد يخرج أو الشيخ الولي هو اللي خذا مكان اسماعيل دياكيتي. الشيخ الولي ياسين الشيخ الولي هو اللي عوض اسماعيل دياكيتي يلعب مع فريق نواديبو. قلت واحد من أشهر وأعرق الأندية الموريتانية. كرة خطيرة سيدريك أماسي. أماسي يرجع للدفاع سيدريك أماسي. أماسي احتفاظ وتغطية على كرة. أماسي تمشي كرة لمحمد دلاهي. تكك الكرة بإمكانية الانطلاق من الحسن العيد. الحسن العيد في كرة لياسين الولي. ترجع للحسن العيد. منعرج المباراة كان بداية الشوط الثاني، يعني في 10 دقائق منتخب موريتانيا قبل ثنائية 47 دقيقة، دقيقتين بعد انطلاق الفترة الثانية. نداي شيمية يعني من كورتين ثابتتين يقبل هدفين، أكيد تأثير كان كبير على معنويات لاعبي المنتخب الموريتاني اللي نجحوا في انهاء 45 دقيقة الأولى على نتيجة التعادل 1-1، لكن يعني يقبل ثنائية في أقل من 10 دقائق صعب التدارك، ولو أنه اتيحت له المنتخب الموريتاني يعني إمكانية تذليل الفارق في مناسبتين ومن فرصتين ولا أوضح. كرة إدريس ساتيام أمام شباك خالية تقريبا بعد سوء تفاهم بين المدافع إيريك إنديزيه وحارسو روكوندو، هو فرصة ثانية كانت من إسماعيل دياكيتي. هذه كرة هو تدخل والإبعاد موجود، الإبعاد من ماركو ويمانس. تغييرات هذه المرة في تشكيلة منتخب بوروندي. التشكيل التغييرات تكون في تشكيلة منتخب بوروندي. هذه الإعادة ثمرة راية موجودة ضد المصطفى دياو. يخرج 18 بيراينو يدخل، هذا بيراينو، ويخرج كذلك انزي جاماسابو. دخل 4 في انتظار 12. جوسبين هو اللي دخل رقم 4 جوسبين، وخرج جاماسابو. خلى 12 سيدريك داني أوراسينغا. رقم 12 هو اللي خذا مكانه في تشكيلة منتخب بوروندي. ترجع كورة من جانب منتخب بوروندي، تغطية من عبدولبا. في كرة جوسبين، وكرة قول المساعد، ضربة ركنية، ضربة أو رمي تماس، كانت قريبة من زاوية الركنية بعد تدخل عبدولبا. يمشي لعبت كرة إميري. نيمو بونا يلعب لسايدي. سايدي نجم المباراة دون منازع، شوف يطلب
المعدة والمساندة من الجماهير الواقفة خلف السياج هنا في ملعب انتواري. لم تهدأ عن المساندة منذ ضربة البداية. قلت منذ البداية أن المباراة صعبة صعبة هنا في بوجامبورا. تمشي كرة يعني ممكن نقطة التعادل اللي حققها منتخب بوروندي في نواكشوت منذ أيام قليلة هي لإعادة الأمل لهذه الجماهير اللي حضرت بأعداد كبيرة واستعادت الأمل خاصة في ظل هذه النتيجة في صورة انهاو بانتصار منتخب بوروندي. قلت يرجع للواجهة في هذه المجموعة الخامسة ويرفع رصيده إلى 4 نقاط. تمشي كرة السايدي يدخل الحسن العيد إلى ركنية أخرى. تيبا زونكيزا سايدي تيبا زونكيزا يلعب قصيرة مع إمري. تيبا زونكيزا والكرة خرجت رمية تماس للمنتخب الموريتاني. رمية تماس للمنتخب الموريتاني تمشي لحمد تانجي يتدخل معاه إيريك ديزيه. مخالفة كل حكم المباراة تانجي في وسط الملعب الحسن العيد. دور 14 محمد دلاي ما تعدش الكرة ترجع من جديد ترجع من جديد. الإمكانية للمنتخب الموريتاني في آخر المحاولات أصبحت صعبة صعبة. مهمة التدارك للمنتخب الموريتاني. العرضية كرة من إدريسا إدريسا تيام ترجع من جديد والتغطية حاضرة من جوسبين. إدريسا تيام التوزيع والركنية الركنية للمنتخب الموريتاني الركنية للمنتخب الموريتاني. يمشي على مستوى التغطية كل من سيدريك داني أوراسينغا بينما التنفيذ على يسار الحارس روكوندو. يتقدم عبدولبا قبل تنفيذ هذه الركلية. مرفوعة كرة من ياسين الشيخ الولي هذا اللاعب اللي خدم مكانه في هذا الشوط الثاني. طبعا بعد مطالبة الجماهير الموريتانية لاعب نواديبو قلت مطالبة الجماهير الرياضية الموريتانية يعني لاعب كان برز مع فريقه والمطالبة بذمه طبعا ليس استجابة ممكن للطلبات ولكن اقتناع من الإطار الفني للمنتخب الموريتاني. كورونتا مارتا ومعاونيه ومارتينز ومساعديه بقيمة هذا اللاعب وإمكانياته وقدرته على تقديم الإضافة لمنتخب المرابطون. تمشي كرة ماركو ويمانس ويمانس يعني منتخب البوروندي ما وراش حاجة كبيرة في هذا اللقاء لكن الأهداف المبكرة 6 دقائق في الشوط الأول يفتتح التسجيل قبل هدف تعادل. دقيقة 28 بداية الشوط الثاني دقيقة 47 يضيف الهدف الثاني ودقيقة 55 ينجح في رفع الحصيلة إلى 3-1. فاعلية هجومية كبيرة يستغل طبعا البدايات منتخب بوروندي والمطالبة بتعويض علامات الإرهاق طبعا يبدو لي ليست إصابة بل إرهاق وشد عضلي. طبعا نسق المباراة في تصفيات كأس أمم أفريقيا الكامرون 2021 يعني فترة ممكن استرداد الأنفاس واستعادة الإمكانيات. هذا إعادة للهدف الثالث من كرة ومخالفة مباشرة
من سايدين تي بازونكيزا، كرة مباشرة، قلت هذه الكرات اللي ما يحبهاش حراس المرمى، عملت روبون ضربت في أرضية الملعب قبل أن تفاجأ الحارس الموريتاني ناموري دياو. هدف ثالث كان في دقيقة 55، يسجل ذهابا وإيابا انتي بازونكيزا في شباك المنتخب الموريتاني، كان صاحب هدف التعادل في مباراة الذهاب. يعني قلت كذلك مهم جدا النسق والإرهاق. Mungu alimutuma mwanae duniani kutukomboa katika shimo lile la mauti. Isaac TV, oh.